حسن المجيد؟ منو قال لك ابو انا؟ وصلنا. اي قابلته. متى هذا؟ قابلته اتوقع يمكن شهر 9 يمكن. شهر 9، شنو قصته هذا؟ ما في، قعدت انا قاعد دائما عند يوسف مشاري بالبيت. قلت له جايبين حاكم للكويت اسمه علي حسن المجيد. ودي اروح اشوفه، قال ابو عمر عبد العزيز لا تروح. هذا مجرم وهذا اللي اباد الاكراد بالكيماوي وهذا وهذا. قلت له لازم اشوفه. انا في وضع اني كل ما انزل اكتب تقرير كامل حق الامريكان وحق الاستخبارات، شنو شفت وشنو صادفني وشنو موجود وين مكانهم كامل، كوني فهم الدوله فعارف طريقه التقارير. كملت معاهم، قال لي لا تروح، طيع نصيحتي لا تروح. قلت لا بروح. قال ادري اعرفك انت مجنون تروح. قعدت الصبح دقيت سياره السلف ورحت له. قاعد ببيت ناصر محمد. الشيخ ناصر محمد. الشيخ ناصر محمد الله يحفظه، قاعد ببيته. شلون دخلته؟ كان اجتماع ولا؟ ولا اجتماع ولا شيء. اللفه اللي قبل بيت ناصر محمد مسكر الشارع. اي سياره تطلع سيده لازم تلف. وقفت قالوا لي ايش تبي؟ قلت له ابي الاخ علي حسن المجيد. انا كوني عسكري ما بقول له السيد علي حسن المجيد او الضابط عشان ما. قال لي لف سيارتك طمرها الرصيف بروحي. طمرت الرصيف فوق ورحت امشي لبيت الشيخ ناصر. لقيت صف مدنيين وصف عسكريين على الباب برا. اسال الاخ المدني، قلت له لا رحت للعسكري، سالته قلت له وين الاخ علي حسن المجيد؟ ياشر على واحد من المدنيين يقول هذا علي حسن المجيد. اروح له، طبعا انا لازم استهبل عشان ما انكشف. يقول لي مو انا علي حسن المجيد، هذا الاستاذ علي حسن المجيد. دش الغرفه مات الحارس، في غرفه حارس داخل، تلقى الضابط هو يوديك. دشيت داخل كلمت الضابط، قلت له انا فلان فلاني وانا عندي حلال، وسويت لي سيناريو ما حولي يعني ما عندي شيء، بس ابي اشوف شنو داخل شنو موجود. دشيت عليه، قال لي في نقيب دخلني معه، خذاني ودخلني. لقيت بارتيشن، اقول بارتيشن حياه، وهو اخر الصاله حاط له مكتب وكلاش يمه، حاط رجوله على المكتب وشكله يخرع امانه. في ثلاثه ورا البارتيشن لابسين بشوت، ثلاثه شوفوا ايش بعده، ثلاثه وراهم. عرفت واحد منهم، هذا واحد منهم متعاون ما فيها مجال يعني اعرفه عدل. تعرفه؟ اعرفه يعرفه. وبلغت عنه؟ مبلغ عنه انا خالص، بس اقول لك اعرفه. وانا طايف امشي له رايح بعيد بديوانيه الشيخ ناصر ما شاء الله عوده، وانا امشي كان يقول لي شو تريد؟ كان يقول، قلت له موضوعي اللي انا مالفه انه رايح حلال وانه وانه وانه، ما كملت كلامي. كان يقول لي كل خرا واطلع برا تكرم. شوف الكلمه هذه صدق انها غثتني، بس ذكرت فيها كلام يوسف المجاري. كان اعطي ظهري وامشي. الان لما اعطيت ظهري النشان مالي منه النغيب. اذا تحرك النغيب ففي طلقه وراي. ما تحرك النغيب اموري طيبه. كان يعني اخذت مسافه على ما وصلت شو اسمه النغيب، بيني وبين نفسي بعيد النغيب علي. واخذ النغيب واطلع. كان يقول لي مرنا بكره عشان نعطيك كتاب. قلت بقلبي ان شاء الله شفتوني امركم. مشيت وخليته. زين،